الجامعة عن الشيخ. حتى التلميح يجب ما تدهوش له. ليه؟ ليه؟ خش جهنم. هم عاوزين يقولوا منك حاجة دلوقتي. طلبت حضرتك اتكلم ما انت سبتني رسالة عشان كنت عايز لك في اللقاء التشاوري ده. دورت على الشيخ حسن. طيب مرة تانية. بقى انتوا مش عارفين توصلوا. انتوا هتخلوني انا مش عارف اقول ايه والله. طيب اسالكم سؤال تاني. انا مش هسمع كلامكم ولا حاجة يعني، بس او نوع من الديمقراطية الشكلية الزائفة. اللي شايف ان انا هقول يرفع ايده. هتقول ايه؟ طيب اللي شايف ان انا طيب اللي شايف ان انا ما اقولش يرفع ايده. طب اسالكوا بقى اهم سؤال في الموضوع اعلان هام. خلاص لازم اسمع الكلام. اللي شايف ان انا قلت يرفع ايده. طيب اصل انا رايي ان انا قلت. طب اللي شايف ان انا ما قلتش يرفع ايده. الله. طب لحظه واحده. طب اللي بيرفع ايده كل مره يرفع ايده. حلوه دي والله. على كل حال اسمعوا مني كلاما واضحا. انا طبعا حتى بس لا اصدم واشق الناس، انا الحقيقة مش قادر اقول، بس عايز اقول على كل حال بس اسمعوني اقول. بصوا يا جماعة، أنا حقيقة أتمنى، أولا أنا في كثير جدا من العلماء والدعاة طلبوا مني إن أنا ما أقولش الاسم صريح، وفي كثير من الدعاة والعلماء طلبوا مني إن أنا أقول الاسم صريح، وأنا الحقيقة إن أنا اختياري الشخصي كان إن أنا أقول الاسم صريح. ما هو انا برضو لو قلت اختياري ان انا ما اقولش الناس هيقولوا الله اكبر، فخلاص. فانا عايز اقول ان انا كنت احب ان انا اقول، مش احب، هو الاحسن لي ان انا ما اقولش اريح نفسي، انما الاتقى لله يعني انا خايف ما اقولش يبقى حرام عليا. لكن انا هقول لكم كلام واضح، انا الحقيقه كنت، انا كنت بسعى الى ايه؟ انا كنت بسعى الى ان المساس، الى اخذ عهد يعني بان المساس بحقوق الناس وبحريات الناس وبقواعد العدالة، المساس بها خط أحمر، كنت أسعى إلى أخذ تعهد بهذا، وكنت أسعى إلى أخذ تعهد بأن الذين مارسوا ويمارسون إيقاع الظلم بالناس في المجالات الثلاثة اللي من شهر نوفمبر بنتكلم عنها بلا توقف، اللي هي الأمن السياسي اللي كان اسمه أمن الدولة وبقى اسمه الأمن الوطني، هو طبعا، وجهات القضاء النائب العام والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة استئناف القاهرة اللي هربت بتوع الأمريكان وغيره،
والمجال الإعلامي اللي بيعزف على ذبح الناس، الشرطة السياسية والقضاء والإعلام، كنت بحاول أخذ تعهد إنه لا يظل هؤلاء الظالمين، الظالمون طبعا، متمكنين من رقاب الناس. وحاولت بكل سبيل، فوصلت في جهة من الجهتين إلى هذا، وعز علي أن أصل في الجهة الأخرى إلى هذا بإطلاق. وإنما قيل كلام، والحقيقة أن الكلام اللي أنا سمعته كلام رائع جدا رائع، ولكني كلما قسته بالتطبيق شعرت أن الكلام لا يكفي، أنا عايز شيء مبلور ومحدد. فأعاود مرة أخرى، ثم أعاود ثالثة، ثم أعاود رابعة، ما لم يكن هناك تمسك إن في موضوعات برة المقايضة، برة الضغوط، برة الحقيقة، ما لم يكن. وفي نفس الوقت أنت مش متأكد إن الكلام هيطبق، ما جايز ما لا يطبق، إنما أنت على الأقل بتلمس حاجات، لأن احنا اتكلمنا في تفاصيل كثيرة جدا أكثر مما تتصورون، ومحددات عشان أتأكد من بعض الأمور. ده اللي مخليني بقول ده، لو كانت المسألة فعلا، صدقوني، لو كان الموضوع، انتوا عارفين ان الشريعة الإسلامية، أولا أنا لا أقصد شيئا، بس أنا عشان تربيت من الصغر الباكر على أنه قضية الشريعة الإسلامية كانت مثارة في مجلس الشعب، نظرا لأن والدي كان النائب الإسلامي الوحيد ساعتها في البرلمان، ما كانش فيه في البرلمان ولا مرشح ولا نائب آخر، فكانت قضية الشريعة الإسلامية قضية نائب بيحاول يوصل بها مع مجلس كله كان تبع الحزب الوطني واللي قبله واللي قبله. فعشان كده دي قضية حياة وموت زي ما يقول. وفعلا لو أن الإنسان وجد إن في اختيار يحسمها ما كانش ارتضى به بديلا، لكن لما بتلاقي في الآخر إن الاختيار عمومي، أن الاختيار عمومي وليس فيه محددات، بيصيبك قلق، وخصوصا أن أنت عندك برلمان الإخوان والسلفيين فيه أغلبية، فبالتالي مجلس الشعب يستطيع أن هو يمضي. أنت حضرتك جاي ليه يا أخي الكريم؟ فالفكرة انه فعلا يعني انا الحقيقة احب ألا تعولوا على شيء يعني مش هو اللي هيطبق، انا كان نفسي هو ده اللي يطبق، لكن على كل حال عندنا مجلس الشعب. ولكن برضو احقاقا للحق، جانب الاخوان ذكر لي انه حتى الاجندة التشريعية في مجلس الشعب اللي هي يعني اولويات التشريع محتاجة اعادة ترتيب. طيب تعالوا نرتبها، بس نرتب امتى؟ خلاص فاضل يومين ثلاثة يعني، فان شاء الله بعد الانتخابات. فالكلام الحقيقة انا يعني هو السبب في كده، السبب اللي هو المسند للمستقبل. انا على اي حال يا اخواني قررت ألا أعتمد على شيء من الكلام أبدا، ولا أعتمد على شيء مسند إلى المستقبل أبدا، أنا عايز شيء مبلور محدد. فالذي يعني وجدت أنه أقرب إلى البلورة والتحديد والضمانات والتأكد من أنه كلام قابل للتطبيق، هو الذي شعرت أنا بأنني أريد أن أتجه إليه، برغم شدة العيوب، في مرشح كويس اسمه حازم صلاح أبو إسماعيل. أيوة هو ده. صلاح يا فلورا، صلاح يا فلورا.
دعواتكم الصالحات لمولانا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، لأني وصلتني رسالة اليوم وأنا قبل أن آتي بساعتين كده أنه نعم مريض بشدة، فأسأل الله عز وجل أن يعافيه يا رب العالمين. وأنا يعني أدعوكم إلى أن تخصوه بدعاء بينكم وبين الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يعافيه وأن يشفيه برحمته، وهو أرحم الراحمين يا رب العالمين. وخصوصا أن الرجل الحمد لله أدرك بأن كلمته كانت ثقلا من الأثقال على الميزان، فأسأل الله أن يجزيه خيرا وأن يتقبل منه. ومش هو الوحد، هو وأولاده وأشقائه، الحقيقة عائلة بالكامل وقفت وقفة كبيرة في الأحداث السابقة. تفضل. ها طبعا ما شاء الله ما شاء الله. طب اكتب لي بقى، انا عايز اسالكم سؤال. خلاص يا جماعه، الاخ بيقول لي هل ممكن ان تعود الى المؤتمرات الكبيره ولا؟ طبعا انا بس لولا الان ان انا صحيا لسه ما كنتش اقدر اتحرك، فده السبب انما احنا لن ننقطع عنها. انا عايز اسالكم سؤال بالمناسبه دي، انتوا شايفين ان الدكتور محمد مرسي او الدكتور عبد المنعم المفتوح عايز اعرف بس بالنظام، مش كل واحد يتكلم يرفع ايده وهسأل، عايز اعرف انتوا شايفين ان في واحد منهم هيعمل ايه بالظبط؟ عشان انا برضو ابقى وفيتكم حقكم في يعني هيعمل ايه بالنسبة للشريعة مثلا، حد هيعمل ايه؟ طيب ماشي. يا اخوانا انا الحقيقة على كل حال انا هكتفي بهذا القدر، بس لحظة واحدة. على فكرة واحد بيبعت لي رسالة بيقول لي ما هو دي مشكلة كبيرة جدا. على كل حال جايز ان انا اعيد الاستخارة، واذا وجدت ان انا هذكر هقول بكرة، انا عندي بكرة برنامج تلفزيوني كده احتمال، او انزلها على صفحة الفيسبوك، بس انا يعني او انزل لكم الحروف الاولى من اسمه. والله المستعان. انا عارف ده. خلاص انا اكتفي بهذا القدر.